السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنىكم كاملين يكون تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كما وعدتكم دائما الجديد في القناه ديالي عقار طنجة الوسط 2019. كاين واحد القطعه ارضيه غادي نمشيو نشوفوها في هذا الاتجاه هذا بني سعود، هذا الشارع الرئيسي ديال سيدي ادريس اللي كيدينا لسوق الحواله. هذا الشارع اللي جينا منه فكينا مقابر ديال سيدي ادريس. هادي الاتجاه ديال بني توزين صافي، وهادي اللي كتخرج محطة سيدي ادريس وكتخرج لطريق دربة وبني سعيد هي هادي. هنا غادي نمشيو نشوفو هاد القطعة الأرضية، تبعو معايا حتى لاخر الله يجازيكم بخير. هاد الشارع هذا كامل كيسميوه بني سعيد حتى نقاع، بني سعيد هي لاصقة في سيدي ادريس. الاتجاه هذا بني سعيد، الدنيا مزيونة نقية هنا. هذه سميوها سيدي ادريس، قطاع بني سعيد سيدي ادريس صافي. حنا غادي نمشيو دابا نشوفوا هاد القطعه الارضيه الاخوان اللي المساحه ديالها 50 متر، الثمن ديالها 24 مليون. عندها فرشاده وحده، واجهه وحده على الشارع ديال 4 متر، الزنقه ديال 4. الارضيه هذه، الارضيه هذه، هذه الزنقه ديال 4 متر. الفرشاده ديالها غادي تكون كتطلل لهنا هاد الاتجاه، الزنقه ديال 4 متر. ها الرشمه ديالها فين هي؟ هي الرشمه ديالها، هي من ديك الرشمه هادي من هنايا غادي تكون الزنقه ديال 4 متر، والفرشاده ديالها تكون كتطلل هيدا هاد الاتجاه هذا. وهادي الزنقه فين كاين هاد الصاري، هادي تكون الزنقه من جا من تما صافي. قلنا مساحة 50 متر، واجهة وحدة كطلل على الاتجاه هذا، الثمن ديالها 24 مليون. اللي بغاها مرحبا، نلقى بالسيدة مولاة الأرض وتوكلوا على الله صافي. فرشادة وحدة مشات حالة مع هاد الرجمة، هادي مشات حالة طرفيناتي حتى لهنايا حتى لهاد الاتجاه هذا، حتى لهاد الاتجاه هذا، ومشات حالة من ديك الطوموبيل راهي مشات حالة هايدا. 50 متر راه معروفة المساحة قداش صافي. نتمنى لكم واحد الجولة هنايا، متنساوش تعملو معنا الاشتراك بارطاجي واش كتوصلو دائما بالجديد. نتمنى لكم واحد الجولة هنا، ما عليكم الا تابوني وكنجيبكم كنقربكم كلشي حداكم. هادي كيقولو لا قطاع بني سعيد حي سيدي ادريس قطاع بني سعيد. ها قركم العنوان واش تعرفوا، ها الشارع الرئيسي فين هو، فين دايزين ديك جوج د الناس، هذاك هو الشارع الكبير. نعمل لكم واحد الجوله هنا، ديما كنعمل لكم الجوله في النوع ديال العقار باش كتشوفوا اي نوع ديال العقار، نعمل لكم جوله باش تعرفوا النوع ديال العقار شنو اللي محيط به، الاحياء الشارع كتا فهم. هانا الاخوان الدنيا ترانكيل هنا، الدنيا نقية صافي. هادي هاد الزناقي كاملين يصلحوهم يعدلوهم، شو الزناقي كاملين يعدلوهم. غنعمل لكم واحد الجولة في الاتجاه هذا صافي. كيما قلتكم المساحة 50 متر، عندها فرشادة وحدة، واجهة وحدة كطلل من ديك الديور اللي قبلتها، الثمن ديالها 24 مليون. اللي بغا نلاقيه بالسيدة مولاة العقار مولاة الأرض توكلوا على الله. حنا كندخلوا بيناتكم الاخوان غير بالخير والنيه ديالنا حسنه، هادشي اللي غنقول لكم صافي. هادشي ما كاين، واللي بغا كروكي يمشي يسقسي في الوكاله الحضاريه ما كاين حتى شي مشكل، من حقك صافي. هادشي ما نقول لكم، دخلوا بيناتكم بالخير صافي. القطعه هي هادي، انا نطلع رفيناتي نوريكم الزنقه. هادي تبقى الزنقة ديال 4 متر، هادي هادي تبقى الزنقة، هادي الزنقة، ها الشارع الرئيسي فين ما جا داك المكان صافي. هادي تبقى الزنقة،
الزنقه د 4 متر والفرشاده ديالك كتشوف الاتجاه هذا نهاد الدير هذا ماشي ما كاين ايه هادي كاملة تكون زنقة زنقة ضربة حسن هاد الرجمة هادي انا نوريها حسن هاد الرجمة هادي صحيح هاد الرجمة هادي من الحيط خمسين متر ها المطاع ديالها بالضبط صحيح هذا المطاع ديالها هذا الأرض المطاع ديالها هي لاصقة في التجزئة ها الشارع فين واد الطناشة هو فين دايس هاد الزناقي باقي كيف عدلوهم اش كنقولكم انا الزناقي كاملين كيصلحوهم هادي باقي كيف عدلوها قيلا غير واحد الشهر ما كاملش يمشي عدلوها دابا الزناقي ديال الاحياء الشعبيه كاملين كيعدلوه ديال مغوغه ديال المناطق كامله كيعدلوه باش نقول لكم انا دائما الزنقه ماشي مشكل والطريق راه كتعدل ها الشارع فين اخوتي ها الشارع فين هذا هو الشارع هذا هو الشارع اللي بغا الدوري هادي مرحبا 90 متر و 160 مليون عندها جوج فرشات مصلوحة صليح كتشعل من داخل تبارك الله ها الشارع فين صافي والارض عندها الداخله من داك الاتجاه اللي فوقي وعندها الداخله عاوتاني من هاد الاتجاه هذا الاتجاهات كاملين كيدخلوا صافي انا نزيد نرجع لكم تما باش تاكدوا تشوفوا الفيديو مزيان اخوان ديما كنعمل لكم فيديوهات جدادين حتى ان شاء الله يجي شي نهار تلقاو شي حاجه اللي تناسبكم وتعجبكم هنا ما كان شهر هذا شهر اخر لما كان شي عندكم ما تلقاو شي نوع العقار اللي يناسبكم هذه ها الارض بالضبط فين هي هذه هي الزنقه ديالها صحيح ها اخوان شي مكان غنخرجوا دابا من الشارع الكبير غنعمل لكم واحد الجوله باش تعرفوا نوع العقار بالضبط فين كيجي بحال اللي كنعمل لكم دائما المهم عليكم الا تتابعونا في القناه وتبارطاجيو الشارع فوقاني هو الشارع الرئيسي ديال سيدي درس اللي كيدير المحطه الجديده المحطه الجديده هو الشارع الرئيسي راه هو فوقي فوقي اخوتي بحال اللي قلت لكم انا اي نوع العقار بحال مثلا كتشري دابا الارض محافظه كتكون معروفه محافظه الارض ملكيه ما كتخسر والو كطلب كروكي وكاله الحضاريه في صحه الامم كيضرب لك الارقام في بيسي كيطلع لك الارض شنو فيها كتمشي ترانكيلا مينتي كتمشي مرتاح مع راسك صافي هادشي ما كاين اخوان انا قلت لكم 50 متر مزيونه هادي الدخله ديالها 50 متر مزيونه 24 مليون مزيونه تسمى شي سكينيه مزيونه تسمى صافي هذا هو الاتجاه ديالها هذيك هي الزنقه ديالها اللي مكتوب هذيك يقولوا له قطاع بني سعيد سيدي ادريس تابع لسيدي ادريس هذه الخارجه ديالها من الاتجاه هذا هي قريبا الشارع الرئيسي التاكسي حدا باب الدار كلشي قريب قريبه جميع المرافق العموميه صافي اخوتي كنتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير وما تنساوش تعملوا معنا اشتراك بارطاجي باش كتوصلوا دائما بالجديد وكنشكركم بزاف 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 على التتبع ديالكم معنا في القناه الى بغيتي نزيدو نعمل لكم واحد الجوله نزيد نعمل لكم واحد الجوله خرجكم من هنايا انا نخرجكم هنا الشارع الرئيسي عاوتاني باش تشوفوا هاد المعلقه بالضبط الارض فين جات انا ماشي كنطول عليكم في فيديو ولكن كاين ناس يعني برانيين ما كيعرفوش الدنيا مزيان كنقرب لكم انا الصوت والصوره باش تعرفوا الارض بالضبط فين جات هذا كيقولوا لا قطاع بني سعيد سيدي ادريس ها الشارع الرئيسي ديال سيدي ادريس هذا هو الشارع الرئيسي ديال سيدي ادريس اللي عنده الاخوان شي نوع العقار بغا يبيعو يتواصل معايا مرحبا اللي عنده شي بارتما شي فيلا شي ارض محافظه شي حاجه ملكيه مزيانه نقيه فحال هادشي اللي وريتكم صافي كلوا بيناتكم غير بالخير ها الشارع الرئيسي ديال سيدي درس هذا الشارع كيدي المحطة محطات جديدة طريق ديال الرباط صافي وهاد الجهة هادي كدي من جهة أشمنة جهة أشمنة سيدي درس يا خوتي السلام عليكم ما نطولش عليكم بزاف